بص بص في الفيسبوك وبص في الكتاب، بص في الواتس وبص في الكتاب. يعني في الضغط اللي فيه ده انا عاوزاكي. بقول لك ايه، انا عايزك تطلع الاول وترفع راسي وتبقى حاجه كبيره كده في المجتمع. ساعتك بتكلمني انا؟ امال انا بكلم نفسي يا حبيبي؟ ذاكر بقى، نفسي اشوفك حاجه. بقول لك ايه، انا عايزك تكون متفائل، مش عايزك تبص لنص الكوبايه الفاضي ولا المليان. ليه؟ هتعمل عقلك بقى على الكوبايه. الو، ايوه يا حبيبي، خليت. ايوه يا ماما، جبنا ايس كريم بعد الامتحان. الو يا ماما، يا ماما هي قفلت السكه ولا ايه؟ المهم عزيزي طالب الثانويه العامه، لو فاهم ان اللي شارين فيلل وشاليهات على الساحل كانوا من اول الثانويه العامه تبقى عبيط.